الله يعينك يا شباب. الله يجيرك. اجى الحج اجى الحج. عجل. اه والله عجل. بكم العجل اليوم يا شباب؟ العجل اليوم 45. 45؟ اه. اه خلص معناته حرك كيلو والله بدها. حياك الله يا جار. بالك مع العجوله ايت ممنوعه. كويس الاحمد العجل خلي الواحد يغير. ماشي حياك الله يا جار. الله يرضى عليك. كيلو؟ كيلو نعم الكريم. يا. يا الله. الله يسلم ايديك. شو هذا؟ شو هالزباين هذا؟ هذا شغل تحسيس وتاتش. شو هذا؟ زلمة اقسم بالله هذا من الشفريدي، هذا بشك انه مش اعمى. هذا بجد بشك ابصر ليش عامل فيها اعمى وقاعد بتهبل علينا وبحكي انه عامل حاله اعمى، بس انا بشك بطلع ايدي من هون اذا طلع اعمى هذا، وبكره الايام بتثبت لك، عم هذا مش اعمى، زلمة تخيل بضل بدخل عليك كل يوم، اذا ذبحت نعجة بميزها عن النعج، عن الذكر عن انثى، وإذا ذبحت خروف بميزها عن الخروفية، بميزها ذكر عن أنثى، إذا حطيت دجاجة بميزها إنها دجاجة، إذا حطيت ديك بميزه إنه ديك، بيجي بحسس آه يا جار ذبح ديك اليوم، آه يا جار ذبح عجل اليوم، يا زلمة اسمع إذا أعمى إيدي بدها أقصها، يا زلمة أقسم بالله مخولني يا زلمة. قصته غريبة هذا الزلمة، بتعرف شو؟ أجي لك في بالي بال. إذا بدي بقول لك على الشغلة إذا بتعملها بتريح راسك، يعني بتعرف إذا كان هو أعمى ولا هو بنكش راس عليك صار له فترة. كيف؟ تعال أقول لك. الله يحلى بكره. بكره أسويها فيك. تشرب معك. يعني بدك القصات يعني أعملهم كمان كفتة تعملهم للعشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يصبحك بخير يا شباب. يسعد صباحك. ذبحين حمار يا اولاد الكلب. الله يلعن. روحتوا حمار يرفصك ان شاء الله.